فين ايه احلى حاجه؟ ان احنا نرجع لبس الستينات تاني والناس تلبسه تاني، يا بدل القرف اللي احنا بنشيله. شوفوا البنطلونات المقطعه والقصص الفظيعه اللي احنا بنقعد نشوفها دي. والله لو لبس الستينات بالكلاسيك بتاعه بجماله رجع تاني، يا خرابي على جمال مصر. ايه ده؟ الفكره بدات بحلم عند سامح انه يقضي يوم جميل في جو ستيناتي وبملابس ستيناتي مع مجموعه من الاصدقاء اللي ممكن يكون عندهم نفس الحلم، فكتب تويت عن حلمه. باختصار شديد جدا، انا لاحظت ان كل ما بقعد في مجتمع وبتيجي سيره افلام الستينات، الفاشن بتاع الستينات، الفاليوز والبرنسبلز بتاعه الستينات، قلت ليه ما نخلقش ساعتين ثلاثه نعيش فيهم جو الستينات وكاننا بنهرب من عبث الحياه الحالي واللهاث اللي احنا بنعاني منه. كتبت ده على تويتر وكتبته كتغريده، ما كانش قصدي خالص ان الموضوع يوصل للمرحله اللي احنا فيها دي اللي انا حاببها. وبسرعه ظهرت هبه وايناس اللي بدون اي تفكير قالوا له احنا معاك. بداوا يتكلموا على تويتر، وفي خلال يومين الفكره وصلت لاكتر من شخص اللي اظهروا ان هم متحمسين جدا للفكره وطلبوا الانضمام اليوم. كان في تويتر على تويتر وانا كنت بالصدفه متابعه سامح، فبيقول انا نفسي احضر يوم من ايام الستينات والبنات والستات يلبسوا زي سعاد حسني وناديه لطفي وكده، فانا قلت له ايم ان. يعني الفكره اتطرحت، ايه رايكم نعمل سيشن تصوير بلبس الستينات؟ احنا بمنتهى البراءه قلنا انا اهو، انا مين لو اتعمل مين يشترك؟ فانا قلت انا، وهبه قالت انا. الوضع هنا ابتدى يكبر عن مخيله سامح وحلمه، ولانه لازم يكون في تنسيق للموضوع وتنظيم بسرعه، فعملوا جروب واتساب وابتدوا يضموا ليه الناس اللي فعلا قالت احنا محتاجين نبقى موجودين في اليوم ده. هي فكره مش بس علشان ان احنا عايزين نتصور لنفسنا، احنا عايزين نتصور علشان الناس تشوف ان ده مجتمع كان في مصر، وما هواش مجتمع السينما، ما هواش مجتمع خيالي. المجتمع دوت كان مامتي وخالاتي وعماتي وجيراننا والناس اللي كانوا ماشيين في الشارع والمدرسات بتوعي في المدرسه كانوا بيلبسوا كده. انا اول مره قريت البوست اللي كان سامح مشيره على الفيسبوك، وبصراحة حسيت انه انا نفسي اعمل ده، لان انا اصلا حد طول الوقت بحب البس فساتين من الستايل بتاع السكسيز والسفنتيز، فا I was very excited ان انا عايزة ان انا اكمل في دوت. يعني انه ليه لا، ليه ما نرجعش نلبس زي زمان تاني ونرجع كده نهتم بلبسنا وبشياكتنا ننسى بقى الجينز شوية وننسى الريتم الحياة السريع، نرجع ستات يعني. كان بقى لي كتير ما دخلتش تويتر، وبعدين لقيته مربي شنبه، فحكالي بقى على الفكره ان هو يعني هيحضر الايفنت، وعشان كده مربي شنبه لانها فكره عن ستينات وجوها وملابسها وشكلها وكل ده. يعني شويه اتشجعت، لانه انا يعني طول عمري بحب قوي قوي الستايل بتاع الستينات، ومش بس من حيث الشكل ده، الشكل واللبس ومن طريقه التعامل والاجواء والحاله اللي فيها سلام. هو طبعا حدث جميل، يعني فتره الستينات كانت فتره جميله في الفن بتاعها، في اللبس بتاعها، في كل حاجه، فان احنا نحيي حاجه زي كده مره تانية ده شيء جميل جدا. هو صراحه انا في الاول كنت واخداها عشان ابقى معي، بس بعد كده الفكرة عجبتني جدا، حسيت ان هو هعمل حاجة شيك، حاجة هادية، حاجة رقيقة، في نفس الوقت حاجة محترمة. كريمة، اهلا مرات اخويا. يا روح مرات اخوك، احنا النهاردة هنتغدى من ايديك الحلوة. النهاردة الدور عليك ولا يعني عشان في تخريط بصل؟ ابدا وحياتك، بس عندي مشوار ضروري. وانت كمان هربانه؟ ايوه، بختك وحش، كنت هديلك درس في المسقعه. صينيه البطاطس وحياتك في الاول يا كريم. طيب. اول ما ابتدت الناس تتجمع على جروب الواتساب والمناقشات تكتر وابتدوا يقولوا افكارهم عن اليوم، ظهرت تحديات كبيره. اول حاجه ان العدد كبر والموضوع دخل حيز التنفيذ، فكان لازم نحدد الميعاد ونحدد المكان المناسب للحدث.
والمعاد احنا اخترناه في الربيع، اما المكان فكان فيه مناقشات كتير عليه. وفي اقل من يومين كنا عاملين جروب واتساب عليه كل الناس اللي عايزه تحضر، ولقينا كتير قوي قوي متحمسين للفكره وعايزين يشاركوا فيها بقلبهم، والموضوع لقينا كبير يعني. فلقينا ان لا لازم ننظم يوم زي ده. اول حاجه اليوم امتى، فاحنا خليناه في شهر 4 لان احنا كنا في يناير، فقلنا الناس تبتدي تاخد فكره والناس تعرف الايفنت ونجمع بعض، لقينا ان ده مش صعب، الناس كلها حابه ولقينا تدفق للناس عايزين كتير يحضروا ويبقوا معانا. فده كان اول تحدي وخلص. اللي بعد كده هنعمله فين، اقترحوا كام اماكن كتيره قوي، ونصور في الشارع ونصور في الاندلس ونصور في جنينه الحريه. وبعد كده اقترحنا ان النادي السويسري من حل احلى الاماكن اللي تنفع الايفنت زي ده. ده مكان دلوقتي اسمه النادي السويسري، بيخدم الجاليه السويسريه والاوروبيه الموجوده في مصر، وبعض المصريين اللي هم خاصين باللغه الالمانيه واللغه الفرنسيه. المكان كان زمان صاحبه حد سويسري، كان مدير مديرية، هو كان صديق شخصي للملك فاروق، لما أوصى اللي هو المكان يبقى للجاليات السويسرية وأصدقائهم الأوروبيين. المكان أترك فترة لحد ما سفارة جات اهتمت بالمكان وخلته بنفس المكان اللي انتوا شايفينه. سامح اعلن على تويتر ان احنا محتاجين مصورين للايفنت، وعرض فكره الايفنت، وبدا ظهور بعض المصورين اللي عرضوا ان هم يشاركوا معنا في الايفنت كمتطوعين، منهم طبعا استاذ هشام عسكر ومريم طارق. على تويتر انا شفت مره بوست لسامح في صوره لشويه ليديز من الستينات، وتحت الصوره كان في هاشتاج او في عنوان كده لبس الستينات. وتطورت الاحداث بقى، كنت متابع من بعيد لبعيد، تطورت الاحداث الى ان في يوم من الايام اكتشفت ان هم المجموعه بتفكر في حدث ما، ايفنت ويتصور ويكون الاساس فيه هو الستيز فاشن. الى ان جاء اليوم بوست جميل من سامح بيدعو المهتم انه يشارك في الايفنت كهواه مصورين وخلافه، فانا لقيت ان دي فرصه كويسه ان انا ممكن اشارك. وكان عندي الدافع حاجتين، الحاجه الاولانيه هوايه الفوتوغرافي، والحاجه الثانيه المرحله، اختيار المرحله الستينات. الستينات بالنسبه لي انا شايف وما زلت ان هي قمه التطور او قمه الحاله اللي وصلت لها مصر في القرن الاخير، وده اعتقد ان احنا مفتقدينه في ايامنا. من وجهه نظري الشخصيه ان احنا مفتقدينه، لان احنا مفتقدين الهويه المصريه الاصيله اللي احنا طلعنا شفنا اهالينا عليها في الاربعين سنه والخمسين سنه الاخيره. احنا استوردنا هويات مش بتاعتنا، مع كامل الاحترام ليها لكن مش بتاعتنا. جمبري طازه علشان تاكله، خد له اجازه، جمبري جمبري مشوي، جمبري جمبري طازه، جمبري جمبري مشوي، جمبري جمبري طازه. وعلى الرغم من ان المجموعه كده المشتركه في الايفنت من منظمين او مصورين او حتى الميك اب ارتست هم كلهم هواة، لكن درجه اهتمامهم ومجهودهم اللي اظهروه كمشجع جدا للمجموعه الحقيقه. عندها حساسيه من حاجه هتبلغ المكان عشان وهي بتشتغل؟ لا بالعكس، يعني ده خلاني متشجعه اكتر ان انا اعمل ده، لانه انا كمان ما عنديش خبره، في ما عملتش ده قبل كده وما عنديش اي اكسبيرينس فيه، وحبيت ان انا اجرب مع ناس تانية مش مجربه. انا شايف ان دي ميزه مع الايفنت مش ضده. لو الكاست محترف كان احتمال يوصل لنتائج احلى بحكم ان هو دي شغلته، ولكن ما اعتقدش ان كان هيحط فيها الروح اللي انا بتكلم عنها، روح البحث عن الهويه المصريه الخالصه والاصيله، لان هو بالنسبه له كانت هتبقى بينفذ عمل هو عارفه. الهواة او الاماتشرز اللي هم بينفذوا اللي هو كلنا او معظمنا، اعتقد ان هيبقى المحرك الاساسي ليهم هو الرغبه في ان هم مفتقدين شيء او اشياء في المجتمع نفسهم ان هي تبقى موجوده. اكيد مش هيغيروها بايفنت او اثنين او عشرة، بس على الاقل هي خطوه. هوبفلي انا اعتقد ان نجاحها
هيكون دافع لخطوات تانية أكبر وتحريك دوافع أكبر في وسط أوساط أكبر، إن ممكن في يوم من الأيام، ممكن مش في زماننا إحنا بس، على الأقل في الفيوتشر أو في المستقبل القريب، إن تتغير المسألة للأفضل، أو على الأقل على الأقل للي وصلنا له في فترة الستينات. بالذات إحنا مش محتاجين فيها محترفين خالص، إحنا محتاجين فيها ناس فعلا حب الموضوع. ومثال للكلام دوت دعاء. دعاء عرفت بعد ما جت ان هي بشكل او اخر مش هتشارك في التصوير معنا، وشايله الموضوع كله على قلبها، اعداد وتجمعات وهنشارك مع بعض ازاي، ويعني تقريبا هي اللي مجمعانا طول الوقت على الجروب، حتى لو احنا ما فيش حد بيشارك باي شكل بتشغب معنا ان احنا. فهي حب الموضوع ده اهم من الاحتراف. انا مش شايف ان احنا لو هنجيب محترفين ليه ان هيخرج بالشكل الكويس والمناسب عن الناس اللي هي حابه الموضوع ده بس وخدته بشكل هوايه كده، وان احنا نطلع نتصور بالشكل الجمالي ده. يعني انا شايف ان المحترفين ما كانتش هتزود عليه حاجه او هتدي له ميزه، بالعكس كان ممكن يطلع اقل من اللي احنا عايزينه. يعني ده اللي باين ليه لحد دلوقتي. يعني هو مكسوفة شوية الحقيقة، بس عشان نفسي قوي أرجع تاني أشوف ناس بتلبس فساتين شكلها شيك، ناس حابة شكل لبسها وحابة شكلها في اللبس اللي هم لابسينه، فنفسي أصلا يعني أعيش التجربة دي وأعيش الزمن ده. يعني لا، هو الموضوع كله إن أنا يعني أنا حابة كده، غيري حابب كده، ف الحاجة لما بتتعمل بحب بتطلع حلوة أيا كانت بقى، من محترف مش محترف، المهم إن أنا بعملها بحب. أوقع، لأن هو شكل الشارع، هي كانت الناس اللي زينا، شكل الشارع مش الناس البروفيشنال أو المودلز أو كده، بالعكس إحنا عايزين نعمل شكل الشارع اللي كان موجود قبل كده، مش شكل الناس البروفيشنال. فأنا شايف إن الناس العادية هي هتبقى أوقع إنها تدي شكل المطلوب لفترة الستينات. بالعكس الألطف إن هم يكونوا مش محترفين قوي واخدين الموضوع كمهنة، الفكرة إن هم كلهم حابين الحكاية، فحتى لو مش محترفين بس هيعملوها بشكل ألطف لأن هم حابينها. يعني اصلا انا مش بعمل توثيق سينمائي، يعني وعايزه حاجه تبقى 100% لا، انا بخوض تجربه وحابه اخوضها بكل ما فيها، حتى لو فيها اخطاء او عيوب انا متقبلاها، يعني ما عنديش مشكله في الموضوع ده. انا دايما بحب ان الواحد يبقى في وسط ناس مختلفه، انا شايفه ان دي كده بتعمل طاقه، عارف، وتغيير دم، ان انت مش طبيعي ان انت دايما بتكلم نفس الناس من نفس الكاتيجوريز من نفس الخلفيات. لطيف ان انت تقابل ناس كتير، ومصر كده، مصر فيها كل حاجه، مصر فيها 20 مصر وبعضها، فاحنا مجرد صوره من المجتمع. ناس حابه الحياه، حابه الفكره، وبتشتغل عشان هي حباها، مش كنوع من انواع الماركتينج، انواع التسويق. بالعكس هم حابين يبقوا في المكان ده لان هم حابين الجمال عموما والبساطه. مجموعه الناس طلعت فيها طاقات كبيره قوي، اكتشفنا نجوم، اكتشفنا مواهب. من النجوم والمواهب اللي اكتشفناها والطاقات دعاء. بس لا، هي دعاء تتحب على بعض، فمش هقدر اقول لك عشان بتعمل كذا 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 اكون بكذب عليك. يعني هي شخصيه كده انت ما ينفعش ما تحبهاش. أحد العناصر الأساسية وقد إيه هي متفنية، مخلصة فيما تفعل ومخلصة لمن تفعل، طاقة جميلة وهيلة، بنت بلد في وقت قياسي جدا جمعت حب كل أفراد العمل. دعاء من أوائل الناس اللي اتحمست للفكرة على تويتر وانضمت كمان لجروب الواتساب، وأول اجتماع أول ما جت اكتشفت إن هي مش هينفع تتصور معانا عشان حجاب، وما كانتش من المنظمين، بس بسبب مجهودها الرهيب واهتمامها قوي باليوم وحماسها كمان وحبها لكل المجموعة بقت تقريبا هي أهم واحدة من الجروب التنظيم. الحلوة 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 برمشها
برموشها السودة الحلوة 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 برموشها برموشها السودة الحلوة شغلتني ناديت. في الاجتماع الأول عرفنا سبب اشتراك كل فرد طبعا في الإيفنت إيه، والمناقشات صراحة خدت وقت طويل، ومع كل الاختلافات في الأسباب إلا إنها تتكتب كلها تحت عنوان واحد كبير، افتقدنا للرقي والشياكة والجمال. الأزياء الحريمي كانت أنثوية قوي قوي، ويعني البنات والسيدات كانوا ليديز كده، يعني فيهم أنوثة وفيهم رقة وبشكل طبيعي كده ونعومة. فلا طبعا لا، الفاشن كان فظيع في الفترة دي. يعني أنا أحب أرجع لفترة الستينات، يا ريت. أنا بحب كل حاجة في الستينات، الأفلام والأغاني والستايل والمشية والحركات والشعر، كل حاجة في الستينات بالنسبة لي الحياة كلها عاملة كده، نفسي تبقى كلها كده. ما طبعا الستينات كانت فيها مزيكا حلوة ولبس حلو، ده اللي شفناه في من السينما. ما أقدرش برضو أبني كل كلامي على السينما، يعني إحنا هنا بنصور صور، إحنا ما بنعبرش عنها إلا من خلال لبس أو فستان أو تسريحة، فهي دي زي لقطة، إحنا بناخد لقطات كل واحد بقى تصوره ليها، بس من ناحيه اللبس بس من بره. ما فيش، هي كلمه 60s دي سحر اصلا يعني، ف اما يعني بيتم ذكرها بنفتكر حاجات حلوه، افلام الستينات، موسيقى الستينات، يعني هي مرحله كان الثوره الثقافيه فيها يعني مميزه جدا، فرقة للمرحلة اللي قبلها وللي بعدها. الفكرة نفسها ان احنا نتجمع في حاجة بالشكل ده او اللبس ده او الشياكة دي او الجمال ده، ما جمعتش غير اللي شبهه. يعني انا شفت حتى ان في ناس قالت هنيجي او ناس جات وما كملتش، او ناس قالت فكرة جميلة جدا وبرضو ما كملتش، فهي جمعت ناس جميلة شبهها، مجموعة جميلة جدا، الناس احنا مبسوطين جدا ان انا اتعرفت عليهم، حتى لو الموضوع ما كملش باي شكل او وصلنا للاخر وما صورناهوش حتى وقعدنا بس مع بعض حتى لو من غير لبس. لا انا سعيد قوي بالجروب اللي انا دخلته والناس اللي انا اتعرفت عليها، هي فكرة جميلة جمعت ناس جميلة حواليها، فانا دي اجمل حاجة في الموضوع. الفترة الستينات دي أو الخمسينات والفترة دي الواحد نفسه يعيش فيها أو نفسه يجربها، فأنا بصراحة كنت أكتر حاجة بفكر فيها أنا الأول هتبسط إن أنا هشارك في حاجة زي كده، وبعدين أنا كنت مستعد بقى إن أنا لو طلب مني أي حاجة إن أنا أتعاون مع الناس فيها، خاصة إن أنا شايف الناس اللي موجودة كلها الناس يعني شاطرة جدا وتقدر تعمل حاجة كويسة جدا. مفيش بنت في مصر كانت بتتفرج على الأيدي الناعمة ولا شادية وفاتن حمامة وما كانش في حلم في دماغها كده ان هي يا سلام لما تلبس زيهم ولا تمشي زيهم ولا تحط مكياجهم وتعمل شعرهم وتعيش الجو ده. انا بنتي دلوقتي 2020 بتتفرج على الافلام دي وبتقول لي الله يا ماما الناس كانت شكلها حلو قوي، احنا فين الناس دي؟ مش موجوده ليه في الشارع دلوقتي؟ دي فاتن حمامه وماجده وشاديه والاغاني والكلام والمفردات اللي كانوا بيستخدموها وقتها وطريقة التعامل نفسها كان فيها احترام شديد، ده انا بحس انه مش موجود في المجتمع دلوقتي خالص. يعني الموضوع بالنسبة لنا مش بعيد، بل بالعكس انت كلنا ماشيين في نفس التراك واحد، اللي هو يا اخوانا احنا لبسنا ما تغيرش كتير عن زمان، كل اللي زاد علينا ان احنا بقى في حاجات شاذة في المجتمع خلاص بقت هي دي التوب ستار اللي موجودين في المجتمع المفروض نلبسهم. لا انا معلش واحد من الناس مثلا بيحب دايما اللبس الكلاسيك، لبس الجينز بالنسبة لي ما بستخدموش الا في الشغل عشان بس الخامه بتستحمل الشغل والهري والتنطيط والكلام ده كله، لكن انت كلبس لا، لبس الكلاسيك محترم جدا معلش هادي. انا واحد من الناس بحب الطبع الهادي، ما بحبش الاوفر الزياده عن اللزوم اللي بقى موجود في كل حاجه في مجتمعنا، الخبط والرزع اللي على طول لا. جو الستينات ده بحد ذاته بحس ان انا عايش فوق السحاب. هو انا اساسا كنت اتمنى ان انا يعني اكون من الناس اللي كانت ايام الستينات، الحاجات القديمة كلها بتخطفني، يعني مباني، لبس، جو، طريقة، كل حاجة. قصدت بعد شوية تشجعت، وبعدين لما لقيت ان في فرصة ان احنا فعلا يبقى عندنا اللوك بجد ونعمل فساتين لنفسنا فيها دي عجبني قوي، يعني قلقانة مكسوفة شوية لكن عجبني. يعني عشان حاجة جديدة مش حاجة من اليوجوالز اللي دايما انا متعودة عليها ان انا اعملها،
دايما بعمل لوكس سواري مثلا او لو حاجات على نفس اللاين ده يعني. طبعا مع المنافسات المستمرة ابتدت الفكرة بتاعت الايفنت تتطور، يعني مثلا ظهرت فكرة معرض اهالينا، اقتنعنا الكبير ان احنا مش بنتصور بس زي نجوم السينما في فترة الستينات، لا ده زي اهالينا في الفترة دي، خلانا نفكر ان احنا نعمل معرض للصور العائلية لافراد الايفنت من فترة الستينات. احنا عايزين نتصور علشان الناس تشوف ان ده مجتمع كان في مصر، وما هواش مجتمع السينما، ما هواش مجتمع خيالي. المجتمع دوت كان مامتي وخالاتي وعماتي وجيراننا والناس اللي كانوا ماشيين في الشارع والمدرسات بتوعي في المدرسة كانوا بيلبسوا كده. واللبس مش مجرد لبس، اللبس بينم عن الثقافة اللي كانت موجودة في المجتمع دوت، الثقافة بتاعت الاحترام اللي هو بين قوسين الزمن الجميل اللي هما كل الناس بتتحسر عليه دلوقتي. فكرة الايفنت كمان اتطورت من ان هي تكون مجرد سيشن تصوير قدام الكاميرا بلبس الستينات، الى ان هي تكون رحلة للستينات طول النهار قدام الكاميرا وخلف الكاميرا. وعشان كده اتفقنا مع المكان اللي هو نادي السويسري ان يكون الحديقة بتاعته جزء من كازينو ستيناتي طول اليوم، حتى الاستاف وعدنا ان هو يلبس كمان ما يناسب الفترة دي. المكان نفسه بيخدم الحقبة دي يعني، وجو بيشتغل على الحقبة دي جامد جدا. طبعا انا حكم سني يعني عارف يعني ايه جو الستينات، فطبعا اتحمست للفكره جدا وعرفتها على الاداره اللي عندي وهم تجاوبوا معها جدا، والمكان رحب بالفكره جدا جدا، وبقينا نقعد نتحابس على الفكره نفسها اللي احنا نعمل حاجه كويسه للايفنت نفسه. في وسط الحماس ده كله ظهر ناس بتعمل بوسترات دعائيه للايفنت وكاننا نجوم، وابتدينا ننزل البوسترات دي بينا وبين بعض على الواتساب، وفي ناس ابتدت تفكر طب ليه يا جماعه ما ننزلهاش على السوشيال ميديا، وابتدوا بالفعل عملنا اكونت على تويتر وعملنا قناه على يوتيوب عشان ننزل الحاجات دي، بس استيل الحاجات دي بينا وبين بعض. وطبعا الابداعات دي كلها قررنا ان احنا نعمل بوستر رسمي للايفنت. الناس مستنيه ايه من يوم الايفنت ده؟ صراحه مستنيين حاجات كتير. احنا عايزين نلفت نظر الناس انه المصريين لسه عندهم الاحساس دوت، احساس الجمال والرقي والتصرفات اللي هي دلوقتي ما حدش بيتصرفها. يعني انا شايفه انه الشباب اللي معانا اللي هم معظم الجروب شباب، ودي حاجه مفرحه جدا، انه هم المفروض يدعموا دوت على منصات التواصل اللي هم المفروض دلوقتي ملوكها. يعني انا حد ما بدخلش على الحاجات الا حاجات بسيطه جدا، هم عندهم دوت وعندهم قدرة على ان هم يكلموا بعض وينشروا افكار، اعتقد ان ده مهم. لو ناس كتير اتكلمت عليه وشافت السامبل من صور الفوتو سيشن، ولو ناس كتير عجبتها الفكرة، ولو ناس طلبت ان احنا نعمل حاجة زي كده تاني، اعتقد هيبقى كده الايفنت ناجح. هو احنا كنا حددنا ميعاد الايفنت وهنعمله، ده في حد ذاته هيبقى نجاح، يعني ان احنا نعمل ايفنت نفسه ويطلع. والله وانا كل ما بجتمع مع اصحابي عشان ننظم الموضوع بنبقى مبسوطين، فانا يعني كل ما هبقى مبسوطه اكتر هبقى حاسه ان اليوم ده نجح وان اليوم جميل ولبسنا اللبس اللي احنا حابين نشوف نفسنا فيه، فكده يكون ناجح. يعني تاني هرجع اقول موضوع ان في حب للفكره، الناس جاية عشان عجبها جدا الجو ده وكان نفسها تبقى موجودة فيه، ستايلات اللبس التسريحات يعني الجو الحلو ده بتاع زمان. يعني نمرة واحد ان شكلي يبقى حلو في لبس الستينات. الاهم انه الناس تصدق في نفسها، تصدق ان هي الناس لسه حلوة ولسه حلوة بمعنى رقية وأنيقة ومهذبة، وأنه ده نقدر بقى نتبناه. أنا مش بقول الناس النهاردة تلبس
اللبس بتاع الستينات وتمشي بيه وتروح بيه الشغل وتروح بيه المطاعم والكلام اللي من ده. انا بقول انه نقدر نتبنى الاسلوب، السلوك، تون الكلام، احترام بعض، احترام الستات لنفسها وللرجالة، احترام الرجالة لنفسهم وللستات، فنرجع نتعامل بطريقة مهذبة، لانه احنا ابتدينا ناخد الحاجات كده يعني بشكل عشوائي لو اقدر اقول، والاصول ما تزعلش حد. يعني معرفتنا بالناس اللي موجودة ده شيء جميل، بس طبعا لو الفكرة انتشرت بعد كده والناس حبيتها ده برضو يبقى شيء كويس جدا. انا شايف اللي بيحصل واللي حضراتكم بتعملوه ده يعني هيساعد جدا، وجود مجموعة من الناس باللبس كويس بالميك اب بكل حاجة ده هيساعد جدا ان اليوم ده ينجح، وبرضو ان الناس تعرف او الناس تشوف نتيجة اليوم ده، ده هيساعد برضو. والله انا من رأيي انه احنا اول سنة فمش مطلوب طبعا ان هو يكون حاجة فظيعة قوي، بس الفكرة انه لو اتعمل دعاية كويسة اظن الموضوع هينجح اكتر بكتير في المرات الجاية كمان اكتر. انا شخصيا ما عنديش توقعات قوي لليوم او مدى نجاحه، بس انا سعيدة بالتجربة. يحصل فيها ايه في اليوم ده في الايفنت نفسه مش دي مشكلتي خالص، انا سعيدة بالتجربة من دلوقتي لحد يومها. بس انا عادة ما بندمش على حاجة، فانا مش شايفة ان اي حاجة في اللي هيحصل سواء دلوقتي او في اليوم التصوير هيخليني اندم. لو حاجة حلوة هتبسط جدا، لو حاجة وحشة وتش يعني انا مش شايفة هتبقى الموضوع نسبي في كل الناس، يعني استفدت وشفت حاجة مختلفة. يعني انا من وجهة نظري انا مش شايفه مشروع هقول بعده انه كان ناقص كذا عشان ينجح او بسبب ده انه نجح. انا بالنسبة لي الفكرة نفسها فكرة هائلة جدا، ان احنا نتجمع بالشكل ده ونحاول نحققها حتى لو وقفت لحد كده او اتعملت باقل حاجة او اتعملت من غير ما تتصور تاني. انا بقول برضو الكلام دوت، فانا مش شايفة ان هي مشروع في حاجة محتاجاها عشان تنجح او هقيمه بعدها. يعني انا لحد دلوقتي الموضوع بالنسبة لي ناجح جدا وساعدني جدا. حب الناس للموضوع، يا رب الصورة تطلع زي ما احنا متخيلينها. اتمنى ان اليوم يكون ناجح. هو صعب جدا وفي تحدي كبير لان عددنا مش قليل، احنا 40 واحد تقريبا وكلنا هواة، فمش عارفين هندير اليوم ازاي، بس اتمنى ان اليوم يبقى ناجح بشكل راضي للكل. يعني هوبفلي انا اعتقد ان نجاحها هيكون دافع لخطوات تانية اكبر وتحريك دوافع اكبر في وسط اوساط اكبر، ان ممكن في يوم من الايام، ممكن مش في زماننا احنا، بس على الاقل في الفيوتشر او في المستقبل القريب، ان تتغير المساله للافضل، او على الاقل للي وصلنا له في فتره الستينات. اسباب حبنا للستينات مختلفه من واحد للتاني. في ناس بتحب نجوم السينما، في ناس بتحب الموسيقى والادب، في ناس بتحب شياكه اللبس في الفتره. المهم ان كلنا طلعنا من عشاق الستينات. احد الاعماق الفلسفيه في الموضوع ان احنا لما سالنا ناس او تواصلنا معاهم اذا كانوا يعيشوا في حقبه الستينات ولا يفضلوا يكونوا موجودين في الفتره اللي احنا فيها دي، وطبعا ردودهم جت ان هم يفضلوا فتره الستينات. والحقيقه تحليلي المتواضع اللي ممكن يعني رؤية شخصية يعني ممكن أكون مخطئ فيها، إن الناس مش عايزة تعيش في الماضي، لكن هم الحقيقة نفسهم يكونوا متمتعين بما يقدمه الحاضر من تكنولوجيا ومن تقدم ومن معلومات ومن ثورة معلوماتية ومن كل شيء، ولكن دون أن يخسروا قيم ومبادئ فترة حقبة أقرب لينا من الأربعينات والخمسينات. لأن من وجهة نظري فترة الستينات هي أقرب فترة لشكلنا دلوقتي، إذا تحدثنا عن الماضي يعني. هي أقرب فترة من حيث اللبس ومن حيث الخروجات ومن حيث الثورة الفكرية اللي كانت موجودة أياميها واللي موجودة دلوقتي، ما نقدرش ننكر
في اتجاهات مختلفة، ولكن هناك ثورات فكرية من وقت لآخر. دي مش عايزة كلام، أتحدث عن الثورات الفكرية مش الثورات السياسية يعني. التساؤل اللي بيطرح نفسه أو اللي تمني هؤلاء الأشخاص قالوا إنه إن في تساؤل، هو إيه اللي حصل؟ يعني ظهر إيه أو حصل إيه فتنازل، قرر المجتمع أن يتنازل أو يغير شكل القيم والمبادئ بتاعته عن ما كنا عليه إلى ما نحن عليه الآن. حد قبل كده قال لك إن أنت في الفريم زي القمر؟ ها؟ نعم؟ نو كومنت. ارتبك ده من خص حظي وحظ اللي بيصور انه لقى فرصة زي كده. مرسي دجا سيتان كومبليمون، يعني ده كومبليمون كبير، مرسي لك. كان عندنا طاحون عنب على المي قدامه ساحات مزروعه في، وجدي كان يطحن الحي قمح وسهريه، ويبقوا الناس في هالساحه في معهم اكياس في عربيه، رايحين جايين على طول الطريق تهدر غنيه. يا سهر الليالي، يا حلو على ذوقي، غني 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 على الطريق. يا سهر الليالي، يا حلو على ذوقي، غني صار طاحون الذكريات يطحن شمس وفايه.